حزنني موضوع ياسر من خروج اسطوره من اساطير الاهلي، شخص لاعب من متى 2006 2007 يعني شيء كبير مره من الاهلي، هذا اسطوره كبيره، خروجه ما كان مرضي بالنسبه لي. تصريحاته صراحه شوف بدامك انت اسطوره كبيره للنادي، تعرف اللي المفروض ما تطلع بالمنظر هذا وانك على الاقل، حتى انا عارف انه ممكن حقوقك ما جتك بالشكل الكامل، بس انت اسطوره للنادي، فاعتقد الاهلي اعطاك شيء كبير جدا برضو. ما انتقدك انتقاد كبير، بس يعني قدم لك الاهلي اكثر من ممكن ما قدمت لهم بعد، يعني انت اسطوره في النهايه، ف يعني ما عندي مشكله ياسر صراحه، بس كنت اتمنى ما يطلع الموضوع هذا صراحه.